أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد أكد أن رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتأمين قنوات تواصل دائمة ومباشرة بين المواطنين ومسؤولي الجهات الحكومية في كافة الوزارات والهيئات الحكومية عززت من سرعة وكفاءة الأجهزة الحكومية وأسهمت في تطوير الخدمات الموجهة عبر مختلف القطاعات للمواطنين، لافتا في هذا الصدد إلى أن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل الذي تبناه سموه في عام 2014 يعد منصة متكاملة أتاحت التواصل المباشر عبر المواقع الإلكترونية على البوابة الوطنية. وتطبيق الأجهزة الذكية الذي دشنه سموه في مايو 2016 بشكل يقدم قيمة مضافة أما هو عليه النظام بصورته الحالية. جاء ذلك خلال الورشة التي عقدت هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية للتعريف بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل. وأشار القائد إلى أن النتائج الإيجابية لهذا المشروع شملت جوانب عدة، ففي مجال تطوير العمل الحكومي أسهمت المقترحات والملاحظات الواردة للجهات الحكومية الخدمية عبر تواصل في تحسين جودة خدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية. في جانب آخر، رفع تواصل من ثقة المستفيدين والمتعاملين مع المؤسسات الحكومية بما تطرحه من خدمات جديدة ذات جودة عالية، لافتا في هذا الصدد إلى زيادة عدد الجهات الحكومية الملتحقة بالنظام منذ تدشينه من قبل سمو ولي العهد وتوجيه كافة الجهات للانضمام له، إذ زادت الجهات من 11 جهة في عام 2014 إلى 30 جهة حكومية خدمية في عام 2017، وبلغت نسبة الالتزام بالرد على الشكاوى 98%. النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل تم تدشينه من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. هذا النظام طبعا أصبح منصة وطنية يقوم جميع الجهات الحكومية بالتعامل والتواصل من خلاله مع المواطنين، تلقي شكاواهم واقتراحاتهم، وأصبح يعني منصة رئيسية لتطوير الأداء الحكومي، اطلاع المسؤول أو الوزير على مستوى أداء موظفينه. إطلاق النظام طبعا كان بانضمام 11 جهة حكومية إلى النظام في العام 2014، تطور إلى 30 جهة حكومية سنة 2017، تشمل الجهات كل الجهات الخدمية. مستوى أداء الوزارات تطور في العام 2014 كان 61%، في العام 2015 ارتفع إلى 75%، العام التالي 2016 وصل إلى 90%. لله الحمد سنة 2017 مع الاهتمام الكبير من الجهات الحكومية وصل إلى مستوى يفوق التوقعات، بلغ 98% من مستوى أداء الخدمة، بالرغم من التوجيهات اللي صدرت بضغط المدد وتوجيه الجهات الحكومية بالرد على المقترحات والشكاوى في وقت أسرع. مع ذلك التزام الوزارات وتعاونها مع النظام واهتمامها به وصل مستوى أداء الخدمة إلى 98%. بالتالي أصبح هذا من أكثر الأنظمة تطورا على مستوى العالم من حيث يعني تواصل الجهات الحكومية وحل الإشكاليات الموجودة لدى الجهات الحكومية. اليوم طبعا من خلال الورشة المنعقدة نحاول نتواصل من خلالها مع الجهات الحكومية تطوير مهارات الموظفين في الجهات الحكومية لتتعامل مع النظام، بحيث أن يكونون يعني أدائهم أفضل وإطلاعهم على آخر التطورات وآخر التحديثات الموجودة في النظام والتقارير المرافقة له.